معاكم دكتورة رنا طارق غيث، وهقولك بشرتك عايزة ايه. السهل والأنيميا دي حاجات بتخلي شكل العين مجهد وبتخلي يظهر عندنا تجاعيد وهالات سود، عشان كده بنستخدم ستارفيل آي كونتور مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، بنحطه عن طريق الطبطبة برينج فينجر كده، لأنه بيحتوي على خلاصة القهوة ومادة الآيلس اللي بتقلل لنا الانتفاخات والهالات، وكمان في مرطبات تانية زي الكافيار والبابايا اللي بتقلل لنا التجاعيد حوالين العين. عشان نضارة بشرتك تكتمل، نستخدم ستارفيل فيتامين سي سيروم في روتيننا اليومي مرة بالليل، لأنه غني ب 10% فيتامين سي ومادة الأسترا فورس اللي بتحل مشاكل بشرتنا من أكسدة وبقع دكنة وجفاف. قولي لنا إزاي ستارفيل آي كونتور وستارفيل فيتامين سي سيروم فرقوا في بشرتك.